اتمنى انه ما بطلع على الشغل، وشو اسمه وبصير بداوم بالمدرسة على طول. انت شو اسمك؟ مصطفى. شو كنت عم تسوي بالطريق؟ عم بيع بسكوت. كل نهار هيك بتشتغل ببيع بسكوت؟ ايه، مشان ساعد ابوي وناكل. انت واخوك لمعي للعيلة؟ ايه. فرجينا شو بتبيع؟ قد ايه عم تبيع الوحدة؟ 20. طيب مو قليل؟ الحمد لله ماشي. ابوك شو بيشتغل؟ ابوي معاقم وحدة سورية. ما بيشتغل شيء ابدا؟ ابدا ما في. طيب شو بتسوي فيهم؟ بشتري خبز وغراض للبيت وندفع للدكان اللي عند الحتنا. اي دكان؟ دكان جارتنا بيع دكان. احيانا ما بيكون معنا ندين منه. لا هلا قال علينا من شهر مليونين وما دفعنا له منه شيء. عم نشتري الخبزات ندفع له حق. كل غراضنا بدي. شو بدنا نعمل؟ والله بضل واقفة على الطريق لحتى يرجعوا، واحيانا بفرط بوقع على الارض من كتر ما بخاف عليهم. بس شو بدي اعمل؟ احلى ما مد ايدي للناس بيبيعوا بسكوت. ومحمد اشتغل فترة بمنشرة بس بسبب انه وقع غاب عن الوعي بسبب المرض اللي معه سكر الاطفال، غاب عن الوعي مشان هيك خليته يصير يطلع يبيع بسكوت. متكلين على الله وعلى هالولدين، وشو بدي اعمل؟ تحت ستر الله عايشين احنا. في فيك تفوت تطلع انت، لا تحزن علينا اذا تطلع. بشوفوا شي ولد من جيراننا راكب بسكليت، ليش يا امي راكب بسكليت؟ قلهم الحمد لله، قول يا رب، قول يا الله، اكثر احتياج الغذاء، وان شاء الله قالوا الله يرفع عنا هالدين اللي صار علينا على هالكرت، مشان نحسن نجيب للاولاد لو متاكل مثل العالم. شو حلمك بهاللحظه؟ يصير عندنا اغراض واكل وما بطلع ببيع بسكوت.